يعني ايه يا اخويا العمليه باظت؟ اكيد في حد وقع الرجاله يا معلم. وعيتنا سودة ومهببه لما الخفيف يعرف. واللي فتح حنكه وبغبغ بالكلام الخرتيت هيقطعه ويطفح جدته لسمك البحر. المهم الرجاله اللي اتمسكوا اخدوهم ايه؟ رقبتهم فداك يا سيد المعلمين. تقوم بالواجب وزياده حبتين في كل بيت من بيوتهم، وما تخليش نسوانهم يحسوا ان رجالتهم بعيد عنهم. ارنب كان بيتنطط حوالينا بخير وعافيه. اصطادوه ولاد الابلسه. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا رجاله؟ الحمد لله يا حاج. صباح الخير يا خير. خير باذن الله. الشغل ماشي عادل؟ كله لسه بنفسك يا حاج. كلها ساعتين ونخلصه. لو عشت حاجه بكلمني في التليفون في المكتب. حاضر يا حاج. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. دورت يا حاج. يلا يا حبيبي انت. هو خلص جابر. مش عايز يحسب لي يوميه امبارح. ليه يا كابر؟ ما هو ساب الشغل ومشي يا حاج سلطان من غير ما ندوله الاوكي. يا حاج اداني تليفون قالوا لي مراتي جالها الطلق، جريت على ملا وشي، لكن الحمد لله جابت لي ولي العهد. مبروك يا فيري. الله يبارك فيك يا حاج. خد ادي يوميتك وادي حلاوه المولود. يا جابر. ايوه حاج. سيبه يروح عقبال فرحك. تعيش يا حاج. ربنا يزيدك من نعم ويوسعها في وشك يا حاج سلطان. امين يا رب. صباح الخير. صباح الخير يا حاج. ادخل. صباح الخير يا حاج سلطان. اهلا عم مدبول. اتفضل. والله لو سمحت تظهر لنا الشيكات دي عشان نبعتها البنك. أنا مش عارف من غيرك يا راجل عجوز. كنت أعمل إيه في حسابات الشغل؟ الله يا فندم ربنا يقوينا ويعيننا على مراعية أكل عيشنا. يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. حرما يا حاج. جمعنا إن شاء الله. الله. أنا فاضي يا حاج، ومحدش هيفك ليه تلاتة. قول يا رب. كله على الله، إرسالية الفراخ هتوصل الجمعادي على المركب، والمخازن عندي على الآخر، وطمعان في كرم. أمال إيه اللي كنت بتشاون وتخزن عندهم؟ أنت الأصل يا حاج، ولولا عشان جيت ما كنتش جيت من جنيه، والثلاجات عندك 100 فل قوي. هبعت لك راجل من رجالتي تديله بونص الشحن. ربنا يعمر بيتك يا حاج. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تمام كده. صباح الفل يا عبدولة. أهلا. صباح الفل يا عريس. إيه اللي جابك من المخزن دلوقتي؟ تاني خلصت وكنا هنطلع على هناك. ما هنروحوا سوا. أصل الحاج سلطان عاوزك ضروري، وفي سكتنا بقى نطل على وردة نشقروا عليها. ماشي يا عريس. أوكي. قشطة عليك. قلت هترجعيه يعني هترجعيه، وغصب عنك كمان. يا نهار ابوك اسود ونبيل، انت بتعلي صوتك عليا يا ولد؟ ها؟ لو كنت راجل كنت كسرت دماغك وقطعت سالك زي الفرقله دي. انا يا ولد سالك زي الفرقله؟ ايوه. طب والمرسى والعداشه؟ الله 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 الله. ايه يا ست مجنونه؟ ايه يا ست عادي يا مجنونه؟ ايه اللي حرامي؟ ايه يا حاج؟ ايه يا كده عبد الله؟ يا عم يا عم. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ المرسى والعداشه عندك ده؟ ايه كده يا ولد؟ ما يصحش كده. تجيبني
انت كنت فين من امبارح؟ وحش فين؟ مش وقته ده ولا مكانه يا عم، ما تجننيش. حكايته ايه يا فندم ده؟ ايوه فكرتني، هو راح فين النادي ده؟ بس يا ورده بقى، جيش انا واقف. اصل انت ما انتش عارف ايه الحكايه. الراجل ده هيشترى مني راديو من 3 ايام. حلو كويس قوي. النهارده سلامته جاي يرجعه، اصل انا بقى فاتحها سبيل. تلاقيه خلص صوت العرب بحاله ونص البرنامج العام. يا فندي انا قلت ارجعه واسيب معاه. ايه ده؟ 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 ايه مبسوط؟ حصل خير يا عم، تشكر قوي. سمعت العرب؟ مع السلامة يا ريس. يلا بالراحة على زباينك شوية. تعرف انا اللي ما عملتش مع الاشكال دي كده يفتكروني بنت هفية ويلعبوا بيا الكرة في السوق. انت سبت الناس كلها يا ورد. نسيتيني يا ورده. نسيتك ايه؟ عادي، مستنيني بره على الامه. ده كلام يا سي جابر، مش واجب برضه نعزمه يشرب حاجه؟ ما هو عادل مش غريب يا ورده. طب بنقول لك ايه؟ ايه؟ ما تنساش تفوت عليا بعد الشغل عشان نروح انا وابويا نكمل بيت الشوار. اني نقدر ننسى؟ هنفوتوا عليكي بعد الشغل. سلام. سلام. سلام يا بتاع الحنان. يلا اخوي. خد يا راجل طيب عشان تشبرق بنتك ورده في ليله فرحها. خد. ده كتير قوي يا حاج. ده خير ربنا هو اللي كتير. ده قال لي واجب نعمله معاك. ادخل. السلام عليكم. عودت ليه يا عادل؟ السكه زحمه قوي. امال فين جابر؟ راح المخزن. خير يا حاج سلطان على رئتين. بإذنكم يا حاج. إذنك معاك. اتفضل يا عم مقبول. خير يا خال على رئتين. أنت حاجز بضاعة المعلم برع ليه؟ أصله انضرب في السوق وما دفعش أجرة المخزن، قلنا نحجزه بيها بضاعة. دي مش أصول شغل معلمين كبار في السوق يا عادل. البضاعة دي توصل لصاحبها بسرعة. ولما ربنا يكرمه يبقى يدفع. أمرك يا خال. تخطف رجلك المعلم أبو العيلة. هيسلمك بوال الشحن لزوم إرسالية فراخ جاية عن مركب اليوناني. هتطلع الرصيف يوم الجمعة في الفجرية. تشد وردية رجالة من عندنا ونشونوها في الثلاجات بتاعتنا. أيوة يا خال، بس جابر هو اللي بيفهم في أمور التخليص، وهو اللي بيعرف يتفاهم مع الرجالة هناك، وهو فرح يوم الخميس على وردة. جابر الراجل بتاع الشغل وأنت تسلك أمورك معاه. ماشي يا خال، اللي تؤمر بيه، ما الفجرية هنكون هناك.
لسيد المعلمين يا جدع. مبروك يا ست العرايس. الله يبارك فيك يا معلم. مبروك يا عريس. لجيتك الليله تسوى عند الدنيا بحالها يا حاج. وانا هنيجي نعز منك يا راجل. تشكر يا حاج سلطان. جابر ده راجل يا زين ما اخترتش بنتك. الحاج سلطان. الحاج سلطان. والليله. والليله. والعروسه. والعروسه. والعريس. والعريس. وانا. وانا. وانت. وانت. رقصت يا تمام يا خال. جابر وافق؟ طبعا يا خال. خد هذا التخليص في جيبه وقال ان طلبات الحاج سلطان اوامر. على الله ما تروحش عليه نوم. انت بترن على ايه بس؟ هي دي ليله الواحد ينام فيها؟ ما عشان كده قايم الفجريه تسيبني وتخرج. ما هو السلطان ده ما عندوش نظر ولا دم. في الدنيا عريس يسيب عروسته يوم صباحيتها؟ عيب يا ورده. الحاج سلطان ملوش ذنب برضه. هو عايز مصلحته اللي طق يطق. ده راجل افضله علينا. عليك لوحدك يا حبيبي، وكمان بقى انت ما بتشحتش منه. انت بتاكل لقمتك بعرق جبينك. لولا انه لقاك راجل جدع وبيجي من وراك خير ما كانش بقى عليه. ماني عارف يا ورده. انا دلوقتي بقول حاضر وايوه. ده قبل ما يبقى لي كلمه في السوق. ونبقى سيد المعلمين بعد كده. تقوم تسيبني نهار صباحيتي. طب اللي هيجوا يباركولي. نقول لهم ايه دلوقتي؟ قولي لهم لسه نايم وما تفتحيش الباب الا لما ارجع. ازاي ما ده كلام يا جابر؟ هنأجزه اسبوع بحاله. وليكي عليا مش هنسيبك الا بعد ما تزهقي مني. انا يزهق منك؟ انت روحي دي جلاوتك عندي بالدنيا كلها. لما ترجع. ايوه. يلا يا جابر خلص انت الاوراق وانا هنسبعك على المخزن. وجب المعلم ابو العين لقوه فين عشان يدفع رسوم؟ احنا هنتسوق وبعدين يبقى نحاسب. اوكي. ايوه. انت حاجه تاني؟ مع السلامه. الله يسلمك. بيقول لك شبرق بيهم وردة في الاسبوع اللي هتأجزه. ما اللي بدك كفاية يا راجل. ما تقولش كده. امسك. خلي والله. امسك. يلا بقى احسن زمان. العروسه ايه بتدعي علينا؟ بقول لك ايه، مش مروح؟ ولما انا وانت نروح مين اللي يقبض الرجاله دي؟ عندك حق. طيب سلام. شد حيلك يا عريس.
فل يا وردة. ما لسه بادية يا سجادة. قلبك ابيض يا جميل. اوعى كده، ما تاكلش بعقلي حلاوة. بلا حلاوة بلا جبنة، ما تربى أمال يا جميل. لا. خدي، شيلي لنا دول واعملي لنا دول ناكلهم. إيه دول؟ فراخ. أنا بنتكلم على دول. 500 جنيه، الحاج سلطان إداهم لي. اللي أنت قلتي عليه ما عندوش دم ولا نظر، قال لي شبرق بيهم عروستك وردة. وداهم لك بنفسه ولا زي ما نقطك في الفرح؟ لا بعتهم لي مع عادل. نبي سعادل ده راجل طيب وامير. واشمعنى بقى سي عادل؟ ايوه احنا هنغير ولا ايه؟ ما كناش نغير عليك انت يا جميل، هنغير على مين؟ اوعى كده. وماله؟ ناكل الفراخ الاول. مش هنعملوا حاجه. خلاص يا ستي، يعني هنعملوها. بس وحياتك ايه، قشر لنا بصلتين وحط الميه على النار عقبال ما نغسلوا الفراخ. قلنا مش هنعملوا حاجه. Thank you.
الو. ايوه يا جابر. يا حاج سلطان في مصيبه حصلت ولازم تيجي دلوقتي حالا. ادي بنكلموك من المخزن. خير في ايه؟ الفراخ. لما تيجي هتعرف كل حاجه. جاي لك حالا. ايوه يا عادل. ادي بنكلمك من المخزن. ايوه المخزن. مفيش وقت اسمعني انت. الفراخ في مصيبه حصلت هتودينا كلنا في حديد. تعال بسرعه. جابر ده رد تليفون ومن المخزن وقال ان في حاجه مهمه حصلت. وانا كمان اتصل بيا وقال لي الكلام ده. ايه الحكايه؟ مش عارف. انا مش معاك مفتاح المخزن؟ ايوه. افتح. والباب العلاوي يكون بالقفل زي ما انت شفت. ايوه الخال. بس ده قال انه بيتكلم في التليفون ومن المخزن هنا. يعني هيكون راح فين؟ ورينا يا ترى ايه اللي حصل. ربنا يستر. اجاب والمرسي ابو العباس ما هنفتحولك وهنسيبوك تنام على الباب. انا قلت مش هنفتحولك يعني مش هنفتحولك. اما نشوف بقى هتعمل ايه. افتح يا ورد. انا عادل. عادل يا دي الكسوف. فين جابر يا ورد؟ معرفش. بعد ما رجع من الشغل قعد يا دوب 10 دقايق وخرج زي المجنون وقال لي انه راجع على طول. غريب. غريبة؟ يا اخويا وقعت قلبي. في ايه يا سعادة؟ الله ما تخافيش يا ورد. زمانه جاي. ساقي عليك النبي يا اخويا تقول لي ايه اللي حصل؟ هو انا لو نعرف اللي حصل كنت جيت سالت عليه. على مين طمني؟ انا هندور عليه. لا وانا هيجي لي قلبي نقعد من غير ما نعرفه ايه اللي حصل لجابر. رجلي على رجلك. استنى. We'll be right back.
خرج الساعة كام تقريبا؟ من امبارح الظهر يا بيه، ليلة صباحيتي. صباحيتي؟ يعني كبير. أنا فكرت جاي بلغها أنا عيل صغير. عيل صغير؟ ده جوزي يا بيه، هو جه الظهر قعد شوية وخرج زي المجنون. ما يمكن يتخانق معاك. اتخانق معايا ده إيه؟ بقول لك يوم صباحيتي يا بيه. طب هدي نفسك شوية. اديني اسمه وسنه وعنوانه. جابر إبراهيم الشرقاوي. شكوك يا حاج سلطان. الشكر ليه يا ابو العيله. مع السلامه وربنا معاك. الله يسلمك يا حاج. مع السلامه. ولا معلم اي طلبات؟ بشكر يا عدنون. كله تمام يا خالي؟ تمام. يلا اقفل المخزن وحبة الرجاله، احنا بنصلي العصر في سنوات الحرب مقدمه لخير. ربنا يصبر وقت مسكينه ما لحقتش استنى بعرسها. هي فين عشان ناخده بخطرها؟ ورد تعال يا بنتي. أنا بنعزي نفسي، جابر كمان أعزي رجالتي، وأحكي عليا مرتبه حيصرف لي كل شهر كأنه عايش وسطيهم. تشكر يا حاج. أنا يا معلم إذا كنت وافقت أبويا على العزا، مش معنى كده إن ناري هديت، لا، أنا ناري مش هتهدى، ولا يهنالي بال، إلا ما نعرفه مين اللي قتل جابر، ساعتها بس هنقبله العزا. عاوزك تجاوبيني بصراحة. تحت أمرك يا بيه. جوزك قصدي المرحوم، ما لاحظتيش عليه حاجة غريبة في الأيام الأخيرة؟ أيام إيه يا بيه؟ أيام إيه؟ هو أنا لحقت؟ ده أنا جوزك خطف مني نهار صباحيتي يا بيه. يا بيه أنا مستعدة نعمله أي حاجة تطلبوها مني، بس تمسكوا اللي قتلوه. أنت عارفة جوزك كان بيشتغل إيه؟ في المينا يا بيه مع سلطان ابو خميس وكل الناس عارفه كده. واللي ما يعرفهوش الناس. تقصد ايه يا بيه؟ الانبوبتين دول لقيناهم في هدوم جابر. جابر كان بيتاجر في المخدرات. كان راجل جدع بتاع شغل، بس الشيطان شاطر. اكيد حد وزعه على سكه الحرام. ايه اللي يخلي واحد يسيب مراته تاني يوم جواز وينزل الشغل؟ اكل العيش. اصل المعلم ابو العيله قصدني بطلبيه فراخ مخزنوها عندي. ربك والحق انا كنت رافض الاول، اصل سمعته مش ولا بد. انما انا والحمد لله ما نقبلوش القرش الحرام. يا ريت الناس كلها زيك يا حاج سلطان. من اصلك يا محمود بيه؟ والفراخ لسه عندك؟ لا في المجال. فين؟ اصل المعلم ابو العيله استلمها من يومين ونزلها السوق، وسعادتك عارف الحاجات دي ما بتونش في بيعها. يعني زمانها اتاكلت واتهضمت و ويعني اخر مره كنت فيها مع جابر كانت امتى؟ لما كنا بنخزنوا البضاعه. انا ما كان ليش صاحب غير جابر، ما قطعش في حد غير انا. يبقى كنت عارف انه بيتاجر في المخدرات. جابر عمره ما حط الحاجات دي في حالكم. ده ما يمنعش انه بيتاجر فيها. جابر اتقتل جدر يا سعادل. دي حكاية حجر. بقى جابر يموت مقتول. جابر. ومش بس كده، دول لزقوا له تهمة تخلي اسمه في الوحل، وتخليني عايشة طول عمري حتى راسي في التراب. معاش ولا كان يا وردة.
جابر مات مظلوم وربنا ما يرضاش بالظلم ابدا. كنت ببقى عارفه كم نفس داخل صدره وكم نفس طالع منه، هيعيش طول عمري بنهره. ودنيتك وشبابك يا ورده وابوك الغلبان اللي محتاج لك واكل عيشك. وجابر، جابر كان اعز اصحابي يا ورده، وزي ما خدت عهد على نفسك انا بناخده عهد قدامك وبنمد ايدي في ايدك لاجل ما نعرف مين اللي غدر بجابر. سايب الشغل سرحان في عادل وقت حريطه صعبه قوي. خير كل حاجه في الدنيا بتتولد صغيره وبتكبر الا مصيبه الموت، بتتولد كبيره ومع الزمن بتصغر. ما افتكرش انها هتنسى جابي، دي عروسه اترملت يوم جوازها، بكره تلاقي اللي ناسيها. على فكره يا خال احنا لازم نقفوا جنبها ونساعدوها. يا ابني انا شايفك مدلوق قوي على ورده ومش هتسلم من كلام الناس. يا خالي قول لي لو فعل الخير يبقى حرام، قول لي يمكن اني ما نعرفوش. عشان اريحوك سيب لنا بقى فعل الخير وانتبه انت لشغلك. يلا الورديه هتغير عشان تقبض الشهادين. اغفر المحضر في ساعته وحينه بمعرفتنا نحن محمود عبد الفتاح وكيل النائب العام وقيادة الجريمة ضد مجهول. غمض عيني على صورتك 40 يوم من سبق بسواد الليل. وعد من قلب كوى يوم فرحته وعيون بتبكي بدل الدموع الدم. ما حيدالي بال الا ما اعرف مين اللي قتلوك واخد بطاري منهم. وحيد الله يا بنتي. لا 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 الحال ده ما يرضيش حد ابدا، انت مش شكلها هتموتي نفسك يا ورده. النار كل ماذا بتقيد فيا يا عم. واخرتها يا بنتي؟ مش عارفه. ورده اذا كلم عز عندك ادخل اغسلي وشك ونامي ومن بكره تنزل الشغل. ازيك يا ست ورده؟ الحمد لله على السلامه. تشكر يا دحروق. الحاج سلطان بصبح عليكي وبعت لك البضاعه دي. بمناسبة ايه؟ الحاج سلطان ما بيشتغلش في اللي بنبيعوه. لكن بعتلك من اللي بتشتغلي فيه. فين الفاتورة؟ لا ما بعتش فاتورة. يبقى البضاعة دي ترجع مطرح ما جات. يلا. وانا مالي ست وردة والله، ده انا عبد المأمور. طب غور من وشي، روح قول للمأمور بتاعك ان انا ما طلبتش احسان. طول ما فيا دراع مش هنمد ايدي لحد ابدا.
ومش هنخلي حد يقول ان ورده انكسرت بعد موت جابر. يا بنتي فوق نفسك بقى، جابر كان ليه علاقات بناس كتير احنا مش عايزينهم. علاقات وناس؟ ناس مين يا حاج؟ ما تتكلم. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. ليه بس يا بنتي هتخلينا اتكلم؟ اتكلم يا حاج، ولو عارف حاجه اقولها. انا خايف عليك، اللي قتلوا جابر مش واحد ولا اتنين ولا عشرة. لو الف راجل اني قدهم ودم جابر مش هيروح هدر، بس انت دلني عليهم يا حاج. يا بنتي انا خايف عليك. ما تخافش، اني وردة مفتحة، عشان كده خايف لحد يطفك. دي سكة ضلمة، واللي بيحاول ينورها الخفافيش اللي معششة فيها ما بتسيبوش. واني اللي هيقرب مني هيلاقي ضوافري في زمارة رقبته. لازم حد يطفك يا وردة. أنا بعت لك يا سعادة لما حسيت إن الفار لعب في عبي. ليه يا وردة؟ إيه اللي حصل؟ خالك. خالي؟ ماله؟ قلبي حاسس إنه عارف حاجة ومخبيها عليا. هيكون عارف إيه يا وردة؟ ده الحاج سلطان ده طيب قوي. كلامه معايا ما يطمنش يا سعادة. وردة، بلاش سعادة دي. أمال تحب نقول لك إيه؟ ما تفهمينيش غلط يا وردة. جابر كان عز أصحابي، وأنت عارفة كده كويس. عارفة. بس اللي مش عارفاه ايه هو اللي في دماغك. انت يا ورد لحم جابر وعرضه امانه وطوق متعلقين في رقبتي، واني اولى بيكي من اي حد. ودم جابر اللي لسه ما نشفش. احنا طول ما احنا متعاتين وايدينا في ايدين بعض بالحلال هنوصلوا للي احنا عايزينه. لحم جابر وعرضه اني نعرفه نصنوه كويس. أنا عارف إن كلامي جه كده خبط لازم، لكن أنا كده اللي في قلبي على لساني. وعلى العموم أنا هنسيبوكي تفكري. طار جابر في كفة وحياتي في الكفة التانية. يا مرحب يا مرحب يا معلم. اتفضل. يزيد فضلك يا مدبولي. امال ورده فين؟ نايم. احسن برضه. خير يا حاج؟ خير، اللهم اجعله خير. اصل الحاج سلطان الكبير زارني امبارح في المنام وكان لابس ابيض في ابيض وهتبني. قال لي واخرتها ايه يا سلطان؟ العمر بيعدي، والفلوس المتلتله اللي عندك اللي كسبتها بالحلال هتعمل بيها ايه الفلوس دي؟ وبعدين؟ بعدين اختفى. لكن الشيخ علي امام الزاويه فصل لي المنام ده وقال لي لازم تتجوز. عين العقل. اللي زيي ما يحبش البهدله، لازم ياخد واحده بنت اصول تصونه وتصون شرفه وهو غايب عنها. محدش قال غير كده. عشان كده أنا جيت لك برجلي. مش فاهم. أنا جايب نفسي عشان تحط إيدك في إيدي ونقرأ فتحة وردة. فتحة وردة؟ إيه؟ ما شرفتش يا مدبولي؟ وردة بنتي وأختي وهتبقى مراتي. كلام إيه ده اللي بتقوله يا معلم؟ أهلاً يا وردة. ده باعي موافقة عمي مدبولي وموافقتك طبعاً. والمحبة دي بانت ليه بعد موت جابر؟ ولا لون السواد خلاني احلى من الاول؟ لا، الحكايه حكايه اصل، والشده اللي انت فيها بينت اصل. انا هنسيبكم تفكروا. استنى يا معلم، خد رفضي معاك وانت مروح. انت غلطت في العنوان يا معلم. ايه رايك يا مدبولي؟ ورده بتتكلم الصح. جابر سابني يابا والكل طمع فيا. ليك رب اسمه الكريم يا بنتي، واذا كان على شغلي معاه حاسبهوله. واللي خلقني يا بنتي مش ممكن ينساني. ما انا يابا قلت لك اقعد وارتاح. يا بنتي انا مانيش بتاع قعاد في البيت، وكل معلمين المينا يتمنى الشغل معاهم. يلا يا حبيبتي ادخل ارتاح. يلا. يا
صباح الخير يا علي. هيجي منين الخير يا سعاد؟ ليه كفالة الشهر؟ تاني جاي ومتعشي في الخير. روح اسأل خالك. خالي برضه؟ يا ستي قلت لك ما يهمكيش، ده راجل طيب، شيليه من دماغك خالص. يشيلني هو من دماغه، ده عايز يتجوزني يا سعاد. عايز ايه؟ يتجوزني. صحيح اللي سمعته ده يا خالي. سمعت ايه؟ انت طلبت ورده للجواز؟ وفيها ايه؟ طب وكلام الناس؟ اللي عملته ده عين العقل. ورده يا بنت لسانها طويل وعقلها بيوش وعاوز الراجل يشكمها وقت اللزوم. كلام ايه اللي بتقوله ده يا خالي؟ كلام الناس العالين، ومش عاوزك تتكلم في الموضوع ده تاني خالص، فاهم؟ ايوه بس انا اصلي خلاص. اللي عملته معاك يا مدبولي تخرجني من بيتك وقفايا يا ام رعيش. ده بيت ورده يا حاج، وانا سبتها تقول رايها زي شرعي ما قال. خش. البضاعه اتشونت والشحن ان شاء الله بكره في الفجريه. على بركه الله. وانت يا مدبولي حصل خير، انت راجل جدع وطول عمرك من رجالتي، دي عشره عمر. انا نسيت اللي حصل منك. وانا ناوي ترتاح. العمر ما بقاش فيه يا حاج، وهو هبقى اقعد في دكان ورده بنتي وهو هنا زي هناك. عشان كده جايب الحسابات في ايدك. اعمل لي ريحه يا مدبولي. يا راجل يا راجل، الحاج باقي عليك وانت بايعه. سيبه على كيفه يا دحروك، هنا وهناك واحد. اعمل لي ريحه يا مدبولي، وخفيتك هنصرفها لك وكل اللي تعوزه. كتر الف خيرك يا حاج. الحسابات دي ناقصه يا مدبولي. ازاي؟ الشيك ابو 30,000 جنيه مش متأيد. الشيك استلمته مني من يومين. الله، تلتها متأيد عندك، امال هيروح فين؟ الشيك ده مكتوب عليه يصرف لحامله، وكان في عهدتك بعد ما مضيت لدحروك بالاستلام. دي اخرتها، تسرقني يا مدبولي. انا؟ عيب يا حاج، عيب تقول كده؟ العيب ان انا ائتمنتك وانت تخوني. طب للبوليس. الشيك اللي سلمته المدبولي بتاعي فلوس، فلوس متاخره على المعلم ابو العلا لحاج السلطان. الشيك كان معاه صرفه بعد يومين، رحت سلمت المدبولي ومدبولي اداني الورقه دي ومضى عليها. اهو اتفضل. ايه رايك يا معلم سلطان؟ الحق يتقال، الراجل طول عمره كويس معاه، بس فاجئني انه هيشتغل مع ورده بنته، يعمل لها توسعات في المحل ويكبره. قصدك انه صرف الشيك عشان خاطر بنته؟ ما حصلش ما حصلش. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. يا ماما ما تعملش بنفسك كده، ده يقول لك حاجه. يا بيه سلطان ده راجل مجتهد. يا بيه ده عمل كده عشان انا ما رضيتش اتجوزه. بقى يا بيه انت تصدق ان الراجل الطيب ده يعمل كده؟ ادخل. ايوه يا ابو حفيظ. اللي صرف الشيك واحد اسمه غريب السيد غريب. الحمد لله، اظن يا بيه ده اكبر دليل على براءة ابويا. بس اتضح من البيانات اللي خدها البنك من بطاقة غريب السيد غريب ان صاحب الاسم ده مات من 3 سنين، وكمان قضية تزوير في اوراق رسمية. تقصد ايه يا بيه؟ اقصد ان مدبولي بعد ما مضى على استلامه للشيخ من دحروك راح صرف. لا 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 صدق، ما حصلش. وده بعد ما شال صورة صاحب البطاقة المتوفي وحط صورته مكانه. لا، علشان يبعد الشبهة عن نفسه. لا يا بيه، لا، ده السلطان هو اللي عمل كده يا بيه، حرام عليك. انا ابويا مش ممكن يسرق ابدا، انا ابويا مش حرامي. لا لا يا بيه، حرام عليك، ده انت ظالم، حرام عليك. حرام عليك انت، حرام عليك. أنا بريء يا أستاذ، أنا بريء. وقد أوصل المحضر في ساعته وحينه، وأمرنا بالحبس المتهم مدبولي عبد الفتاح إسماعيل 4 أيام على ذمة التحقيق. ده ظلم، ظلم والله ظلم.
الله. تتحل ازاي يا اخوي؟ تتحل ازاي وخلف راكب راسه؟ يا ناس يا ناس، ابويا هيروح مني، يا ناس يا ناس، ابويا هيروح مني. ورد، اذا كان على الفلوس انا هدبرها لك. دبرها؟ ده مبلغ كبير قوي يا سعاد، هتجيبهم ليه يا اخويا؟ اني عشانك وعشان عم مدبولي هنركب السعر. ونسددها ازاي؟ نسدده ازاي؟ نسدد ازاي؟ واذا سددتهم يبقى ابويا سلاح حرامي بحقه وحقيقي، ولما انقبض عليه يرجع الفلوس. لا لا يا تعادل، لا يا اخويا، ابويا لازم يطلع براءه. بس انت خليك جنبي، اذا كنت بتهزني بصحيح تعال معايا نروح لخالك نتفاهموا معاه. اصل الليل. اصل ايه يا سعد؟ ما تتكلم ورد، انا عايزه تنسي كل حاجه قلتها لك بخصوص حكايه جوازنا دي. تقول اتجوز لابوها حرامي ولا تقولك انت وخالك عليا؟ عيب يا ورد. عيب؟ عيب ايه وزفت ايه؟ هو انت تفهموا في العيب ولا تعرفوا العيب؟ مع السلامة يا سعادل. وردة، مع السلامة يا سعادل وكتر خيرك. فل يا وردة. معلمك فين؟ مأجز له يومين، أصله بعافية شوية. واجب نزوره، اديني العنوان. ما نقدروش. ليه؟ لازم أسألوه الأول. طب ما تسألوه. ألو؟ أمال؟ كله أليستا يا سيد الرجالة. بس وردة هنا بتقول عاوزة تزورك. ندوها العنوان؟ وجب. رايحة زيادة خصوصي ولا شغل؟ حاجة ما تهمكش يا خفيف. سيد الرجالة مستنيك الليلة بعد صلاة العشاء. اديني العنوان وخلصني. يا وردة، أصلي كان عندي ضيوف ومشيتهم على ميعادهم. اتفضل. أنا اتفضل. يا حاج أنا جاية لك عشان خاطر أبويا. أبوكي كان راجل طيب، بس مش عارف عامل معايا كده ليه. يا حاج ده المفروض إنك ما تصدقش حاجة زي دي في أبويا. يا حاج ده راجل كبير وما يستحملش ساعة واحدة يتسجن فيها، وأنت بس اللي في إيدك تفك سجنه. إزاي يا وردة؟ تقول للنيابة انك بتنزل عن الفلوس. ده 30,000 جنيه. انا هكتب لك بيهم وصل امانه يا حاج. انت بنت جدع وعندك اصل، كل ما ده بتزيدي غلاوه عندي، من بكره هنتنازلوا عن القضيه. تشكر يا حاج، ده كان عشمي برضه. ولا وصل امانه ولا دياوله. لا وصل الامانه ده عشان ما حدش. عشان ايه؟ عشان ايه؟ بقول لك هتنزل عن كل حاجه. سواق كده وعادي. ان شاء الله تعيش يا ربي. ايه يا جبان؟ انت كنت فاكرك راجل. انا حاولت اسكت راجل. يا حبيبي 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 ي
يا بيه دي جات لي والشر بنط من عينيها وصممت تاخد العنوان. احنا هنكتبه ليه؟ النيابه تحب الدين حاج. اعتقد يا فندم انا ليا صفقه صغار متوفره للكهنه. شكرا. اتفضل استريح. ايه اللي وداك بيت سلطان يا واد؟ كنت فاكره بني ادم وهيقف جنب ابويا اللي بيشتغل عنده طول عمره. دي جت البيت سكرانه حد القاضي. حرام عليك، كفايه اللي حصل لي، حرام عليك كفايه. وايه اللي خلاها تضربك بالسكينه؟ لما زعت لها على اللي كانت عاملاه في نفسها، فكرتني مش هتنازل عن قضيه ابوها، ضربتني بالسكينه وهي بتجري خبطت الشمعدان وقعته وحصل اللي حصل. ما همنيش الدم اللي بينزف مني، وحاولت اطفي النار اللي مسكت فيها. كذاب كذاب والله كذاب والله كذاب. بعد سماع اقوال النيابه والدفاع والاطلاع على ما ورد، حكمت المحكمه حضوريا على المتهمه ورده مدبولي عبد الفتاح بالسجن 7 سنوات مع الشغل والنفاذ. حكمت المحكمة حضوريا عن المتهم مدبولي عبد الفتاح احمد بالسجن لمدة 5 سنوات. المحكمة حضوريا عن المتهم ابراهيم فتحي. اللي مصحيك دلوقتي يا وردة؟ اللي بيه صحيني العمر كله. انت لسه بتفكري في سلطان؟ مش بعيد بعد اللي عمله يكون له يد في موت جابر. وفي سجنك وفي سجن ابوكي ورماك زي الطير اللي مقصوص جناحه. ما تزوديش النار اللي فيا. قومي نامي يا استنركس. انام؟ ده انا بقالي 6 ايام صحي علشانك انت. عشاني انا؟ من يوم ما جيت هنا حسيت اني لقيت حاجه كانت غايبه عني. معلش. هانت يا بنتي. أصلاً بخار الغسيل بيقطع صدري. ارتاحي انت. ارتاح. في ناس يعني احنا مساجين وان الراحه مش في ايدينا. انا هعمل شغلك. اه يا Hey!
بس يا اختي مين عزه دي؟ عزه دي بنتي كانت ضحيه زيك، قدمت الحب كله وترد لها غدر وخيانه. جوزها ما كانش انسان طبيعي، بعدين اتحملته فوق طاقتها لحد ما خلاها انتحرت. بنتي الوحيدة ماتت في عز شبابها. كان لازم يموت بس يا كان لازم يموت. ورد ليكي حق ترفضي تقابليني يا ورد. ولما انت عارف جيت ليه؟ انا غلطت في حقك يا ورد، بس هيجي الوقت اللي تعرفي فيه ان اللي حصل ده كان غصب عني. يعني كنت عارف ان خالك ظلم ابويا وسكت؟ سكت بفلوسه ولا خوف منه؟ مش وقت العتاب دلوقتي يا ورد، انا جاي نستسمحك ومديلك ايدي. ما انت مديتها قبل كده وصدقتك وما صنتش العهد. انا ما عنديش استعداد نمدوها تاني. عندك حق يا ورد، بس هيجي اليوم اللي هتعرفي فيه كل حاجه وساعتها هتعذريني. انا ماشي يا ورد. بالحق عم مدبولي بيسلم عليكي. انت شفته؟ ايوه، انا كنت عنده امبارح وبيقولك شد حيلك هو بخير. يبقى لازم عيان، ده ابويا وانا عارفاه. هتعيلي بس، الراجل بخير وكل همه انه يطمن عليكي. حبيبي يا ابويا، ما غلطتش في حاجه. انت عملت اكبر غلطه في حياتك. ازاي بني ادم تسمح لنفسك وتقول الراجل سرقني؟ ازاي جالك دم وتقول البنت اللي حكت بتقتلني؟ دي كانت بتدافع عن شرابها. ايوه اظهر على حياتك، اكشف ورقك. لكن ده بعدك. نعلم سلطان ابو خميس عاش طول عمره سلطان ابو خميس وهيفضل سلطان ابو خميس. واذا كنت خدت لك عمليتين ثلاثه لحسابك لازم تفهم انني فوتها لك بمزاجي. لا مهما كانت الحال ابن اختي والخال والد. خلاص خلصت كلامك؟ مش عاوز اسمع منك ولا كلمة. اتفضل استنى. مش عاوزين نسمعه مرة تانية انك هوبت ناحية الناس دول. لا احنا من توبهم ولا هم من توبنا. اتفضل. نفسي اشوف وردة بنتي يا بيه. يا مدبولي ده قانون مش ممكن ابدا. اعمل معروف يا بيه، ده الطلب الوحيد اللي بطلبه منك. انا حاسس ان اجلي قرب ونفسي اشوف بنتي ولا مره واحده.
مفيش أي قانون يخليني أعمل حاجة زي كده. يعني مفيش أمل؟ خلاص. كتر خيرك يا كبير. تعال يا وردة. تعال. نعم. هتخرجي تشوف أبوك. أبويا. يا وردة. روح. روح يا حبيبتي روح يا مرة. أبويا 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 رد عليا يا أبي رد عليا أبو حمد رد عليا يا أبو جنني ما تسيبنيش أبويا هو كان نفسه يشوفك قبل ما يموت مش اي حاجه قلتها لك بخصوص حكايه جوازنا دي دي كلها تلغيني عني. بص يا وردة الورقة دي فيها عنوان حطيها في عينيك خدي ويوم ما هتخرجي بالسلامة هتلاقيني في انتظار على السلامة يا استهانة. كانت غيبة طويلة يا استهانة. بس السنين ما غيرتش منك كتير. ولا أنت يا سلطان. كفارة على الزمن الوحش. يا ريت كنت قلت لي يا استهانة كنا نديله بدالك ولا كنا نبعت حد من صبياننا يتوهوه يخلصوا منه. أرجوك كفاية. مش عايز أسمع سيرة الموضوع ده تاني. طب ما يلزمش ايها الخدمه تاني؟ متشكره. اذا عوزتك هبقى ابعت لك. عن اذنك استيان. عن اذنك.
حاجة. تعالي يا وردة. ست نرجس. تعالي يا وردة. اطلعي يا حبيبتي. الحمد لله على السلام. الله يسلمك يا استنرجس. انت مستغربه؟ بصراحه اه. يعني انا كان لازم اقول لك اني غنيه وعندي وعندي وعندي. كفايه انك هتكوني عندي. اطلع يا قسطه لو سمحت. بعدين بقى انا مش قلت لك يا ماما 100 مره بلاش حكايه المرايه دي. ده ما تشيليش همه وخلاص هيروح. المرايه دي ما تمسكيهاش تاني. هي حبيبتي امنت ليكي عندي حته دين مفاجاه. اغمض عينيا؟ لا 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 دي مفاجاه لازم تفتحي لها عينيكي قوي. بس توعديني انك تمسكي اعصابك علشانك وعلشان. ايه هي المفاجاه دي؟ انت تعرفي هو سبب المصايب اللي دخلت السجن.
هو اللي عرفنا على جوز بنتي مع انه عارف عنه كل حاجه. يعني كنت تعرفي؟ طب ليه ما قلتليش؟ كنت عايزاني ازودك رم على امك. ثم افرض انك عرفتي، كنت هتقدري تعملي ايه وانت في السجن؟ كنت هتريحيني. كان ممكن اخسرك، واحنا الاتنين محتاجين لبعض. كفايه عليا انك هتعوضيني عن احلى كلمه في الدنيا، كلمه ماما. انا كمان ربنا عوضني باحن ام في الدنيا. دلوقتي بقى هنبدأ سوا مشوارنا مع السلطان. عندي عرايس للجواز، اللي كانت عندي راحت بسببك. اتفضلوا يا رجاله. ناس بنت اختي، هي كانت عايشه بره وجايه تقضي معايا يومين. البلد واهلها منورين بست الكل. ميرسي. اتفضل يا معلم، اتفضل. ايوه، ايه الحلاوة دي كلها يا استاذ عادل؟ ايه
وابو العيله اللي معاه ده بتاع الفراخ اللي يوم استلمها جابر قتلوه. دلوقتي بس اتاكدت ان عادل له يد في كل اللي حصل لجابر. اوعي تتصرفي اي تصرف يضيع كل اللي عملناه. مفيش حد فيهم شك ولو للحظه واحده انك ورده. انا مش عايزه اكد يا بنتي. ما تخافيش. ايه الحكايه؟ انتوا شايفيننا قاعدين تتكلموا؟ بقول لك ايه يا سنرجس؟ ما تيجي نكملوا السهره بره عشان نحتفل بست الكل اللي نورتنا. تقعد مع صافي انت يا معلم. اتفضل. اهلا. انت اسمك ايه؟ اسمي سلطان ابو خميس. ابو خميس ولا ابو جلام؟ حلوه دمك شربات. بقول لك ايه؟ بتيجي نعزمكم بكره نفرجوك على اسكندريه وناكلكم اكل سمك معتبر على البحر. بس انا مش فاضيه بكره يا معلم. خليها بعد بكره. يمكن شربات. راحت بسلطان قاعد هنا وسايبنا لوحدينا. يا خبر. اتفضل يا معلم اتفضل. تشكري. اتفضل. انت ورايا راية عاوزين مني ايه؟ قاعد لوحدك ليه؟ اصلي ما بحبش الدوشه. شكلك رايق قوي. وانت جميله قوي زياده عن اللزوم. ميرسي. عن إذنك. هي بتبحلق ليه؟ سامحني يا بابا وجابر. أنا خرجت عن توبي لأجل ما وفي الدين اللي عليا وانت املكم وعهد عليا إن ما حد حيمس شعرة مني أبدا أبدا. شبع حلوة. ما بشربش يا سوسو. سوسو حلو قوي من فم جديد. يسلم حنكك. عجبتك قوي. حته سمك بقى اتجنن. ما باكلوش يا سوسو كل انت. طيب تاخدي كابورياه تجنن. ما بحبهاش يا سوسو كل انت. مليانة بطارخ دي. ما بحبهاش. طب كلي جمبري. ما بحبوش كل انت. لا بتاكلي ولا تشربي وعماله تبصيلي. انت متضايقني ببصلك؟ خلاص يا سيدي هخبي عينيا. لا بصيلي بصي وانا بديك الساعة لما سفرنا زهقان انت بحلق فيا. لا انا هناكله ولا هنشربه الا مرة بتبصيلي كده ليه؟ ايه في حاجة غلط؟ لا ابدا ابدا. يوه يوه. اني في حاجة غلط ولا علشان خلاص يا ست من بكرة هنبقوا على فرانك على اخي. برافو يا سوسو. يا سلام سوسو دي هتجنني. سوسو دي. ده معاك يا صافي. في ايه يا سوسو؟ حلوه طالعه من بوك زي الشكل. يا ريت كمان تبطلي بحلقها فيا. اصلي معجبه بيك. لا اذا كنت معجبه بحلقها على كيفك بقى. بس يا خساره. ايه مش لاقي عليا الالافرانكا ده؟ لا لا بالعكس ده انت زي القمر كده.
بس اصل كلها كام يوم ومسافره راجعه تاني. ليه حد زعلك هنا؟ لا ابدا، بس اصل فلوسي وحاجتي وبيتي وكل حاجه هناك. هنا موجود زي واكتر كمان. اصل بصراحه ما اتعودتش اعيش مع حد. هلا ويا نرجس خانم دي هتبقى حد؟ هي مش خالتك؟ اه طبعا، بس انت عارف الواحد برضو لما يكون عايش لوحده بياخد حريته اكتر. بيتي تحت امرك، فيلا انا ايه؟ بس انا بقى زي الفريك ما احب الشريك. جبتلك بيت لوحدك ساعتها بقى افكر اقعد. انا قدامي فيلا للبيع، انما ايه من بكره اشتريهالك. ايه ده من غير ما اشوفها؟ انا تحت امرك، انا خدوك تتفرجي عليها. طب اسمع انا عندي فكره. ايه رايك انت تديني الفلوس وانا انزل ادور عليها بمعرفتي انا وطنط؟ وانا شكايتي تحت امرك. بس بشرط الفلوس دي سلف لغايه ما تيجي فلوسي. سلف ده ايه؟ ما بين خيرتك سير. اتفضل. ميرسي قوي. ما تيجي تعلمين الرقص. خليها لما نبقى لوحدينا في بيتي الجديد. مش ممكن، ازاي اوافق على انك تقعدي في بيت لوحدك؟ يا امي يا حبيبتي، هو مش دخل ابويا السجن ظلم عشان 30,000 جنيه؟ انا بقى دفعتهم له بحكايه الفيلا دي 300,000 جنيه. مش كفايه ده مال الدنيا كله ما يسواش ليله واحده في سجن انسان مظلوم. يا امي يا ست الكل، مين اللي قالك ان انا هشتري بالفلوس دي فيلا؟ وبعدين هو معقول؟ هو في بنت تستغنى عن امها؟ مين هيحميني؟ هلاقي فين الصدر الحنين اللي يضمني ليه وقت الشده؟ حبيبتي امي. نعم يا روح. انا عايزه اقابل عادل. عادل قريب سلطان؟ لو وصلت لعادل هيبقى ده الكارت الكسبان. ورده واخرة اللي بنعمله ده يا ماما؟ هتدخل السجن تاني وتضيعي اجمل سنين عمرك. ايه رايك لو نسيب ده كله ونسافر وربنا هو اللي ينتقم؟ امي انت اللي بتقولي الكلام ده؟ انت؟ يا عزة، شفتي؟ شفتي بقى ان احنا مش ممكن ننسى ابدا اللي اتعمل فينا. عندك حق. هتقابلي عادل ده ازاي؟ انا هعرف اوصل له ازاي؟ والله يا فاروق بيه انا عملت اللي عليا في الشحنه دي والباقي على ربنا. البركه فيك برضه يا ريس عادل. ما تقلقش يا سعاده الباشا، كله هيبقى تمام وقالصه باذن الله. باذن الله. السلام عليكم. مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه يا سعاده الباشا. مين منوره يا ست هاني؟ انت بتشتغل هنا؟ ايه اللي بنشتغل هنا؟ طب اطلبي كده ايوتها خدمه وشوفي هنعملوا ايه؟ ميرسي قوي، اصل طنط بتخلص اجراءات عربيتي اللي جايه من بره. ما تنعيش هم الموضوع. الناس هنا كلهم حبايب. مالك يا ست هاني؟ انا اسفك. طب اكلمك ولا اشوفك ازاي؟ خد ابقى كلمني في النمره دي. ايه الحكايه؟ مستنيه طنطتها وبعدين تبصي لي وتبحلق فيا وتروح معيطه وسايباني وماشي؟ في ايه يا ست هاني؟ في ايه؟ اوعي تنسي اول ما تقابلي عادل تقولي له انت شبه المرحوم جوزي بالظبط. عينيك
شنبك شعرك. كنت بفهم من عيني هو عايز يقول ايه من غير ما يتكلم. بعدين لما تقابلي سلطان تقولي نفس الكلام، فاهمه؟ طيب يلا انا بقى دلوقتي سلطان، وريني انت هتعملي ايه. استنى اهو. خالد جوزي كان شبهك بالظبط. كملي عنك. وحش مش كده يا حبيبتي؟ طب ازاي؟ مش كده يا ورده؟ اقنعيه اقنعيه يا ماما، يعني قولي الكلام. الو؟ ايوه مين؟ لا النهارده مش هقدر. لا قلت لك مش هقدر النهارده. انا ساعدتك بحاجه يا سفيره سالم؟ طب 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 ما تزعليش. الف سلامه ليك. نشوفك بكره. انا هبقى اتصل بيك. مع السلامه. برافو عليك. تعالي بقى اقعدي عشان افهمك ازاي تكلميه. انا مش عايزاكي تكلمي بالطريقه اللي انت على كده. انا جوزي ما حبش ماما يعمل كده. لازم تكلميه بطريقه. لا 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 خليكي انت، انا اللي هرد عليه. وبعدين معاك يا راجل انت مين؟ لا او باردون، انا اسفه قوي. اه موجوده دي واحده. الله ايه الحكايه؟ هو انت كل ما تشوفيني تعيطي؟ ارجوك ارجوك ما تحاوليش تفكرني. افكرك بايه؟ ارجوك تصحيني عشان اقدر احنا كمان نصرحوكي باللي حصل لي من ساعه ما شفتك. اللي حصل لك انت ولا اللي حصل لي انا؟ انا اللي قلتها. انت ايه؟ صعب 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 ان انا اطلب منك انك تكون بديل لواحد تاني. تقصدي ايه؟ انا من ساعه ما شفتك وانت جددت فيا ذكرى السنين اللي عشتهم في لبنان. اول ما شفتك كنت عايز اجري وراك واقول لك رجعت لي تاني يا خالد. خالد؟ خالد مين؟ جوزي جوزي اللي مات في بيروت. ياي شنبك شنبك شنبك. ماله شنب؟ زي شنبه بالظبط بالظبط. صوتك شعرك كلك على بعضك زيه بالظبط. اه يا حبيبي يا خالد، ده كان كل ما يبص لي من غير ما يتكلم كنت افهم هو عايز ايه بالظبط. قد كده كنت بتحبيه؟ قوي قوي قوي. وانت كمان بتفكريني بواحدة فكرت في يوم من الايام ان انا نتجوزها. الله يمسيها بالخير بقى، ولا الله يرحمها ان كان ماتت. لا ارجوك ما تحاولش تبرر حكايتي بحكايه زيها. انا ما بطلبش منك حاجه ابدا والله. ده انت حاجه تانية خالص. ده فرق السماء والارض. ده انا من ساعه ما شفتك وانت خطفتي قلبي. تتجوزيني يا سفناس؟ تقول ايه؟ بقولك تتجوزيني. بيقولوها لك بالاسكندراني وباللبناني لو حبيتي. انا من ساعه ما شفتك وانت لخبطتي كيالي وشقلبتي عقلي كله. قلت ايه؟ افكر. جري يا ست، كل ما نقعدوا معاك بحلقي فيا. وكمان بتعيطي. جوزي خالد الله يرحمه. الله يرحمه. زي شنبه بالظبط. ياه حواجبك حواجبك زي حواجبه بالظبط. كل حاجه فيك صوتك كلامك كل حاجه فيك زيه بالظبط. في حاجه فيا لا يمكن تعرفيها ولا يمكن هبقى زيه كمان. ايه هي؟ مش هقول. لا ارجوك لازم تقول لي. بنحبك. هو كمان كان بيحبني. ما دام شبهك كل حاجه ما نقرب الوصال بقى. ازاي؟ نتجوزه. نتجوزه؟ اه. الو 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 مين بيتكلم؟ انا عادل يا روح قلبي. معقولة؟ بقالي اسبوع عايش على نار وانت لسه ما ردتيش عليا. لسه ما فكرتيش؟ سيبني كمان يومين. لا 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 بكره مش هقدر. ابقى كلمني بعدين. انت بتكلمي مين؟ ده واحد قريبي كان عايز يشوفني لما عرف ان انا رجعت، بس انا ما رضيتش عشانك. قريبك مش قريبك، انا هنقولها لك كلمه زي ما قلتي لي. انا زي الفريق ما بنحبش الشريك. انت هو بالظبط هو بالظبط. انا كنت بهرب منك عشان اهرب من نفسي، ما حبيتش انك تكون بديل لواحد لمجرد انك
المهم عندي انني معاك بشحن ولحم. طب انا عايزه اتفسح بالهنش على البحر. عندي عروسه البحر بكره وهنسقوا السمك شربات. انت اللي شربات. انت فاجئتني بطلبك يا عادل. عموما ده يتوقف على شعورها ناحيتك. ايوه يا فندم، ما انا كلمتها وهي قالت لي انها هتفكر، بس انا اللي مطمني اني شبه. شبه مين؟ خالد. خالد مين؟ المرحوم. مرحوم مين؟ جوزها اللي مات في بيروت. لا 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 عرجوز، بلاش السيره دي، احنا ما صدقنا انها نسيت. ما هو احسن برضه لما تنسى. وحضرتك هتطلعي تسأليها دلوقتي؟ لا هي أصلا مش هنا، دي خرجت رحلة في لانش اسمه ايه يا نرجس، اسمه عروسة البحر. عروسة البحر. بتعيطي ليه بس؟ انت فاكرني ايه؟ إذا كنت فاكر عشان شوية الهدايا اللي قبلتها منك والحاجات اللي عملتها لي ممكن تطولني بالسهل، لا. يا بنت الحلال، هدايا إيه وكلام فارغ إيه؟ كل الحكاية إنك محشوشة في نافوخي وأنا بريدك. لا، لو جبت لي مال قارون كله وبالحرام يبقى عمرك ما هتطولني. يا بنت الناس، أنت معدنك طيب وكل ما ده بتدي غلاوة في نظري، وعشان كده أنا بقولك دلوقتي إن أنا بريدك وبالحلال. نعمله الفرح الخميس الجاي. قبل ما اعرف ردك على اللي طلبته منك، انا عايز اعرف تفسير اللي شفته ده. شفت ايه؟ شفتك مع خالي. قال انه بيحبني وعايز يتجوزني. خالي ده راجل قلعبان، ما بيحبش الا نفسه بس، مش بتاع جواز. انا اللي بنحبك من قلبي يا صافي، ومش ممكن نسيبه ياخدك مني زي ما كان عايز ياخد وردة قبل كده. وردة؟ وردة مين؟ دي حكاية قديمة. المهم انت عايزاني ولا هو؟ انا عايزك انت، بحبك انت، لكن اعمل ايه معاه؟ ولا يهمك منه، انا اللي يرشك بالمية نرشه بالدم. قد كده بتحبني يا عادل؟ وبيع الدنيا كلها علشاني يا حبيبي. حبيبتي مش دلوقت. دي لسه صاحية؟ مش جاي لي نوم. ده بكرة فرحك على سلطان. مش عارفة هنعمل ايه بس. بصي، انت تقولي لعادل انك هتهربي معاه قبل فرحك على سلطان، بعدين تقولي لعادل يجي هنا 7:15. ازاي بس؟ اذا كان سلطان هيجي هنا الساعة 7، انت عايزة تعملي ايه بالظبط؟ ايه ده؟ حد يلبس اسود يوم فرحه؟ قومي قومي يا شيخة، غير دوبك لحسن هنتأخر عن المعازيم والفرح، دي هتبقى ليلة من ألف ليلة وليلة. أنا مش هتجوز يا سلطان. نعم؟
بصراحة بقى أنا غيرت رأيي ونسيت حكاية الجواز دي خالص. إيه اللي بتقوليه ده بقى؟ اللي أنت سمعته. أنا عازم معلمين البحر ورجالة المينا والفرحة قعدته منصوبة. لا لا أكيد أكيد أنت بتهزري. هي كلمة واحدة ومن فضلك سيبني عشان تعرف. استني عندك هنا، إيه اللي بتقوليه ده؟ أنت عارف الكلام ده؟ كلمي، أنت إيه؟ أنا حبيت واحد تاني وهتجوزه، شاب من سني، مش راجل قد أبويا. جاية تقولي الكلام ده يوم الفرح يا علي؟ ده أنا مش هخليكي محتاجة لحاجة أبدا. أنا ما يملاش عيني إلا هو، وبعدين ده من أكبر معلمين البحر. مين ده بقى اللي من أكبر معلمين البحر وأنا ما نعرفوش؟ عادل. مين سعادل ده؟ أنت؟ لا الظاهر إنكم متفقين مع بعض. المرة دي أنت الخسران يا خالي. ما تكلمها أنا بلسانك. لما خلاص. صافي اختارك يا سلطان. نعم. نعم الله عليك يا معلم. يعني إيه؟ والناس والمعازيم الناس اللي مستنية سلطان وعرضته. لا الظاهر انكم تعرفوا السلطان كويس. انا اللي عارفك كويس قوي يا خال، وعارف كمان انك ممكن تقتلني زي ما قتلت جابر. وممكن تلفق لي قضية سرقة زي ما تبولي، ولا يمكن تحرق لي زي ما حرقت وردة. ولما انت عارف كده جاي تقف قصادي ليه؟ عادل طلعه بره. عادل ده اللي فاكراه راجل وبتحتمي بيه يبقى صبي من صبيانك. انا مش صبي يا سلطان، انا معلم زي زيك بالظبط. اخرج. انت بتضربني يا سلطان؟ وقتلك لو حاولت تاخد مني حاجه. يبقى لازم العروسه وخالتها يعرفوا انت مين ويعرفوا هم هيناسبوا مين. قول لهم انت مين يا سلطان؟ قول لهم انك انت الخرتيت عارف الله في عزبة المخدرات. ايوه انا الخرتيت اللي مدوخ البوليس وراه. انا اللي قتلت جابر لما كان هيكشفني في اكبر صفقة رهين دخلتها البلد. انا صفيناس هانم اقتل القتيل وامشي في جنازته. انا بقى يا سلطان اللي هقتلك وامشي في جنازتك. انت يا صافي. انا مش صافي، أم عيون خضر اللي الحقد نستك لونهم. أمال أنت مين؟ أنا وردة يا سلطان. وردة؟ أنت وردة؟ أيوة وردة يا سلطان. وردة اللي حرمتها من أبوها وحرمتها من جوزها وشوهتها وخلينا نقضي احلى سنين عمرها في السجن. ورده. ورده يا عادل. ورده اللي حطت ايدها في ايدك وخنت العهد عشان تعمي عينها عن اللي قتل جابر، جابر صاحبك يا عادل. ايوه لو كنتش اقدر اتكلم، لكن الحب ليك خلاني اتكلم. حب؟ اخيرا وقعت يا خسيت. احنا متشكرين يا حالم على مساعدتك ليه. حطت ايدك على بشاك. ده ميت يا فندم. لا 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 لن تعيش، لن تتعذب، رد عليا، لا تموتش.